صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 910 من كورس سي شارب دي دي examples board. دلوقتي بفضل الله عاوزين نختم على إضافة العميل لبرنامج إدارة المبيعات. آخر حاجة الصنف المفضل، الصنف يضاف لأي عميل عادي، مش زي قبل كده لما وصلنا للمندوبين في شاشة المورد. لا دي حاجة تانية. الصنف المفضل عادي، يبقى هنا مفضل وهنا مفضل، وهنا في أي مشكلة خالص، لكن هو ما يضافش للعميل مرتين وخلاص على كده. دبل كليك على زرار الاضافه وتعالى نكمل مع بعض. احنا هنا هنعمل ايه؟ بفضل الله هنلف على الجدول الاساسي عندنا. ايه الجدول؟ ادي ايه؟ فور ايتش داتا رو، خلاص نسميها رو. هتلف على ايه؟ على الجدول. والله لو في صفوف هتلف، مفيش خلاص ما هتلفش. يبقى هنيجي هنا في كل مره هنضيف. احنا محتاجين ايه؟ رقم العميل ورقم الصنف بس. يبقى اجي انا اعمل db dot run، وهنا هقول له ايه؟ insert into customer underscore item. item ولا items؟ انا نسيت، مش فاكر جمعتها ولا خليتها كده زي ما هي. ادي ايه كاست، وريني كده ايه بعد الهواتف. ايوه ايتم ادي رقم العميل رقم الصنف بس، ايتم مش ايتمز، ايتم ماشي. فاليوز، وهنا هحط التي اكس تي كاستنم دوت تكست دوت ريبليس للسنجل كود. اوكي، وهنا هحط تي اكس تي، لا اشتغل على الرو بقى. الرو خد بالك، انا عايز الاول، مش عايزين نقع في الغلطه لو وقعنا فيها قبل كده. الاول يعني ايوه كده بس. وفي النهايه هعمل ايه؟ سيمي كول بس. هنا بقى ما تزودش
على المسج الا لو التي بي ال ايتم دوت روز دوت كاونت مالها اكبر من الزيرو، ساعتها بقى ساعتها ايه نزود مفيش مشكله، خليها من غير اقواس خلاص. يبقى المسج زائد بتساوي مسافه كوما مسافه تم اضافه كام، اخرج بره تي بي ال ايتم دوت روز دوت كاونت مسافه صنف مفضل بس، ودي ايه سيمي كولون. دي كده ايه الاصناف المفضله. تمام لغايه كده بفضل الله تمام قوي. تعالى بقى نجرب. ادي تسجيل الدخول العميل مفيش عملاء. ده عندنا مثلا ايه حامد محمد احمد، العنوان القاهرة، او مثلا شارع عمر بن الخطاب او ابن الخطاب يعني من شارع الكوثر مثلا، شرطة كده من مثلا ايه الجيزة، تاريخ البداية مثلا اي تاريخ، وادي ماشي تفاصيل اخرى لا يوجد، او ممكن تفاصيل اخرى تعرف علينا من خلال موقع الويب ده. خد بالك الرقم بتاعه 010 22 33 55 99، مفيش رقم كده طبعا صح. طيب الصنف المفضل الصنف ده مثلا بس، وده بس صنفين اهم، وهندوس إضافة عميل. قال لي تم إضافة العميل وتم إضافة واحد هاتف وتم إضافة اتنين صنف مفضل، وأدي أوكي العميل التاني على طول. ضيف واحد تاني يلا عشان إيه نرتاح كده للتجربة الأولى يعني. نقول مثلا إيه علي محمد خالد، وهنا شارع مثلا اللواء محمد من كمل هنا من شارع مثلا شاهين مثلا القاهرة بس، تاريخ التعامل مثلا خليه 2017، وهنا تاريخ الميلاد خليه نزله شوية كده، وهنا تفاصيل أخرى لا يوجد، الهواتف 010 00 4555 كده كده كده، وادي هاتف تاني اهو، وهنا اخر صنف ده خليه صنف مفضل، وادي ايه اضافة العميل، تم اضافة العميل، تم اضافة اتنين هاتف، تم اضافة واحد صنف مفضل. اوكي تعالى بقى ايه اقفل الكلام ده كده واقفل البرنامج عشان نجرب التجربة بقى. نبص كليك يمين اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر بن ديبج، هات ملفين الداتابيز كنترول سي، ارجع خطوه والثانيه كنترول في ريبليس، اقفل نزل فيجوال ستوديو تحت، افتح سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو وبص معايا، كونكت الاول داتابيزز الاتاتشد تيبلز الكاستمر اول حاجه الاثنين اضافه اوكي، بعد كده هات الفونز شايك بقى على الكل، ادي ايه ده ضاف له رقم وده ضاف له رقمين، ده بقى ايه بص على الايتم ده اضاف له ايتمين وده اضاف له ايتم واحد، يبقى كده بفضل الله تم الانتهاء من شاشه تعريف العميل تماما.
بفضل الله. يعني بص معايا كده، بفضل الله احنا عملنا الصنف في الشاش في ثابت الاساس. عملنا هم كام واحده؟ تعال نبص، عملنا الصنف وعملنا المورد وعملنا العميل وعملنا المخزن وعملنا التصنيفات وعملنا الوحدات وعملنا شركات المنشأ وعملنا تعريف المندوب وعملنا تعريف المصروفات، لا تعريف الايرادات، لا عملنا تعريف الموظف. يعني عملنا كام شاشه؟ عملنا 9 من كام؟ 2 4 6 8 10 11، عملنا 9 من 11. يعني هم دول اللي ناقصين هنا بس، تعريف المصروفات وتعريف الايرادات. نخلص دول يبقى احنا خلصنا تابه كامله في برنامج كبير. انت متخيل معايا؟ بفضل الله يبقى احنا خلصنا تابه كامله في برنامج كبير. تمام؟ طيب كده بفضل الله تم الانتهاء من شاشه العميل. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.